الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم، لقاء جديد في من القاهرة، اهلا وسهلا. كالعادة مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام بعدها الحوارات. بداية الأخبار، الحقيقة واحد من النجاحات الكبيرة للقوات المسلحة المصرية إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء. تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنية من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي بتستخدمها العناصر الإرهابية. ونتيجة لتبادل إطلاق النار تم إصابة واستشهاد ضابطين وخمسة من الدرجات الأخرى، وجاري أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره. طيب، للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف السيد اللواء ناصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيد اللواء، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا، مساء الخير يا فندم. يعني واحد من النجاحات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية في ملاحقة العناصر الإرهابية، في أي سياق بتضع هذا الهجوم الإرهابي واستمرار العمليات الإرهابية رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة في اقتلاع جذور الإرهاب؟ يعني اولا نقول نحدد الثوابت اللي احنا هنتكلم فيه. اول حاجه ان الحمد لله رب العالمين سيناء الان درجه الامن والامان فيها لا يمكن ان ينكرها احد. صحيح. واذا كان في عمليه بتتم من وقت لاخر، لان ما زال هناك، واحنا قلنا الكلام ده، عناصر كامنه خامده قاعده، يعني هناك من يمولها ومن له أجندة في استخدامها في التوقيت ويحدده ضد مصر، وبالتالي مش هنقدر نقضي عليها بصورة كاملة في توقيت واحد، ولكن هناك نجاحات ربما أكثر من 90%. وإذا كان هناك في ارتكاز أمني واحد تم هذا في مساحة لا تتعدى الكيلومتر المربع، فأنا عندي سيناء 61,000 كيلومتر مربع آمنة الحمد لله. ولكن لو بصينا بقى لتوقيت هذا الحدث عشان نبقى فاهمين، نخلي بالنا ان اي توقيت في العالم بيشيد بمصر والمصريين في معنويات مرتفعه وعاليه والكل بيتكلم عما حققته مصر من انجازات. يعني احنا لسه بنتكلم، قاعد الرئيس في اثيوبيا النهارده في كشف حساب لما حققته مصر لافريقيا وقيادتها للاتحاد الافريقي خلال عام، والكل بيشيد به. هناك جلوبال فاير باور اللي بتتكلم عن الجيش المصري وتقدمه الى المركز التاسع في مصاف الدول المتقدمة عالميا. أيضا هناك النجاحات الاقتصادية والنجاحات الاجتماعية والنجاحات في مجالات كثيرة في مصر، الروح المعنوية للشعب كلها في السماء الحمد لله. نجد من يستخدمون هذا الإرهاب ويخططون لاستخدامه من الخارج، يستخدمون في مثل هذه التوقيتات بغرض إضعاف أو التأثير على الروح المعنوية للشعب. ولكن بفضل الله تعالى يقظت أبنائنا في أماكنهم، وإن بنقول عيون لا تعرف النوم، هم اللي قدروا يتصدوا لمثل هذه العناصر الإرهابية اللي هي كانت كامنة، اللي هي للأسف هم من اللي بيطلع بيظهر فجأة هو ده اللي كان بيعدي على نقطة الارتكاز الأمني، وهو واحد من الناس اللي الناس عارفينه، ولكن بالغدر وبالخيانة وبالعمالة بيتم مثل هذه العملية. والحمد لله أن لدينا أبناء على مستوى عالي من المسؤولية ومن اليقظة قدروا أنهم يتصدوا. صحيح هناك شهداء قدموا أرواحهم، إنما هم عارفين كده من الأول أنهم رايحين عشان يحموا بلدهم يحموا شعبهم. ونقول الحمد لله هؤلاء الشهداء نحتسبهم عند الله في الفردوس الأعلى من الجنة، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء، وإن شاء الله لن يمر وقت طويل وتتطهر بلادنا جميعا من مثل هذه العمليات الإرهابية.
سيادة اللواء، لعلك تتفق معي أن مثل هذه العمليات الإرهابية أو هذه العملية الإرهابية بتؤكد للجميع أن مصر ما زالت مستهدفة، ما زالت الجماعات وأجهزة المخابرات التي تسعى إلى زعزعة الأمن في مصر بتسعى جاهدة إلى النيل من الأمن والأمان، والنيل كمان من الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية في هذا الإطار. يعني أبرز ما يمكن أن يقال وأن نذكر السادة المشاهدين في هذا الإطار بهذه النقطة. احنا بنقول على طول شوف افتكر هات لي أي وقت نتجد أي عيد من الأعياد بنحتفل به، أي نجاح من النجاحات، أي مناسبة قومية بتجد مثل هذه العمليات وإحنا عارفينها ومتوقعينها. وخلي بالنا من حاجة، إن مفيش حد بيقدر يتصدى للإرهاب بنسبة 100% بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، لأن زي ما بقول دايما وبكرر الإرهابي بيملك عناصر المفاجأة الأربعة اللي هو بتحليه ضامن 50% من النجاح قبل ما يتحرك ويبدأ، لأن هو اللي بيحدد التوقيت اللي هيهاجمني فيه، هو اللي بيحدد المكان، هو اللي بيختاره، هو اللي بيختار السلاح، هو اللي بيختار الأسلوب. وبالتالي أنا إن لم يكن هناك عملية استباقية بتتم هو هيفاجئني، وخاصة إذا كان عمليات انتحارية أو عندما تتصدر بيفكر نفسه هو راح في 60 داهية وسبب خسائر. فالحمد لله أن لدينا أبنائنا بهذه اليقظة وهذه الكفاءة، ولولا ذلك كان زمان في عندنا ضحايا أضعاف أضعاف ما تم. إنما إن شاء الله بنقول أدي أولادنا نزلوا خسائر كبيرة، دمروا هذه العناصر أكبر عدد من العناصر الإرهابية بيتتبعوهم بإذن الله قبل النهار ما يطلع هيكون أي عناصر أخرى بتجتث تماما وبيقتفى أثرها. وإحنا على باستمرار ما أبنائنا قاعدين في سيناء بيعملوا إيه لمثل هذه العمليات وللتصدي، ولولا وجودهم كان ممكن كل يوم هنلاقي عملية إرهابية. أنا بشكرك جدا السيد اللواء ناصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا.